في خبر كده لفت نظرنا، خبر غريب شوية. أطباء في إيطاليا عملوا أو كانوا بيجروا عملية جراحية في الدماغ، عملية جراحية دقيقة لأحد المرضى، مريض عمره 35 سنة. يعني الخبر بيقول أنه هذا المريض ظل أنه يعزف على، هو موسيقي، يعزف على آلة الساكسفون طول وقت إجراء العملية، عملية على المخ. يعني بصراحة مش متخيلها، لكن الفيديو يمكن يبين بعض. أهو الموسيقى بتاعته. إيه ده كمان، ده بيعزف لاف ستوري ولا إيه؟ سبحان الله، عملية جراحية في المخ، إزالة ورم من المخ، مدتها 9 ساعات، والمريض بيعزف يعني موسيقى.